مرحبا بكم. من ملفات الحقائق الأربع لليلة اللي صاير في أوكرانيا، أوكرانيا اللي تعيش تحت القصف من نهار الخميس اللي فات بعد الهجوم اللي صاير من عند روسيا على أوكرانيا وخاصة العاصمة كييف. في أوكرانيا فما قرابة 1500 تونسي، قرابة 1000 هما من الطلبة شباب وشابات صغار اللي موجودين اليوم في وضعيات استثنائية. شوفوا هذه الأرقام اللي عنا على التوانسة اللي موجودين في أوكرانيا، قلنا 1500 حوالي 1000 منهم هما من الطلبة، الطلبة اللي رافقناهم من أوكرانيا وكييف تحديدا إلى تونس. عائلاتهم كيفاش عاملين، كيفاش هاربين من جحيم الحرب، باش تسمعوا الشهادات متاع عدد منهم في تحقيق الحقائق الأربع لليلة. رافقناهم على طول أيامات الحرب كما مثلا تقوى ولطفي. نصحونا شنو نعملو، او موان تلفتونا شوية جماعة خاركوف، تلفتونا شوية كيما متلفتين المدن الاخرين. شنو نعملو، نبقوا في الدار؟ اوكي قولونا نبقوا في الدار، طب نبقوا في الدار ما نعملو حتى خطوة وحدنا. الفايدة انصحونا شو برنسيب توا كم تفهموا في السيتياسيون، فهمتني؟ زمان نتحركو، لازم نتحركوا البيتو بوسيبل. كيفاش عاملين التوانسة الهاربين من أوكرانيا؟ وين وصلوا بالضبط؟ وقتاش باش تصير عمليات الإجلاء متاعهم؟ الحقائق الأربع فيه الليلة التفاصيل.